هاي يا حلوين، كيفكن؟ اذا كنتوا جديد على القناة انا اسمي سارة، واذا كنتم متابعيني من قبل welcome back to my channel. الفيديو اليوم رح يكون روتين عنايتي ببشرتي، ورح جرب ماسك اول مرة بجربه على شعري وكلكم خبرتوني عنه. سو اذا حبيتوا الفكرة خليكم متابعين، بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل تبعي، تكبسوا على زر الجرس، تعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات. اول شي رح بلش بماسك الشعر، كتير عتلاني همه ويمكن اندم اني رح جربه، بس هو ماسك المايونيز مع البيض للشعر. كتير شي مقرف نفكر بالموضوع، ماسك يعني مايونيز مع بيض، مايونيز مع بيض، كتير تنيناتهم فيهم ريحة زنخة. انا كتير بكره ريحة الزنخة، بس رح نحط لهم عصرة حامض، مفروض الحامض يشيل الزنخة الموجودة فيهم. ليش رح حط هذا الماسك؟ لانه المايونيز كتير مفيد للشعر وفيه كتير بروتينز مهمة للشعر، وخصوصا البيض كتير مفيد للشعر لانه فيه كتير بروتين. سو اللي رح نعمله اول شي هو اني رح بلل شعري شوي بالماء مع هيك مرشة ماء. انا اوريدي حاطه جل على شعري، سو شوي بالمي مفروض يمشي حاله. اذا ضليت من اليوم لبكره عم برش منها لهيدي ما رح استفيد، فاللي رح اعمله هو اني رح شيل الحلق اول شيء، رح فوت بلل شعري شوي بالمي، ارجع جي. بللت شوي شعري بالمي. هلأ اللي رح بيصير هو بكاسة صغيرة رح حط مايونيز، وعم بستعمل لوسيار لأنه هيدا أطيب مايونيز عندي. رح حط ملعقتين مايونيز، ومن بعدها رح حط بيضة كاملة بقلبها، ورح أخلط كل شي بقلب الكاسة. بتعرفوا انه بس زدت بيض على المايونيز بطل ريحته مايونيز، اختفت ريحته، او انا تعودت عليها ما بعرف، بس بعتقد اختفت. كيف بدي احط الماسك على شعري؟ ما فكرت بالموضوع. طيب تعال شو بدنا نعمل. اول شي عملته هو حطيت المنشفة على كتافي لانه ما عبالي كبة تي شيرت. تاني شي جبت فرشاية، ما لقيت طريقة تانية احط فيها الماسك غير ب فرشاية. يعني صراحة جايز وصفاتكم غريبة عجيبة، بس انا حدا قال لي انه جرب هيدا الماسك وشعره صار مثل الحرير وبيلمع وعم بيطول بسرعة. ما بعرف اذا الشغلة نفسية صارت، بس قالوا لي انه كتير منيح. تنشوف اقل شيء هلا بس حمم شعري انه يكون ناعم. اذا ما كان ناعم يعني الماسك اكيد مش منيح، لانه هذا الماسك بحل محل البلسم، انه تما نعمل مثل حمام زيت لشعرنا بنحط مايونيز. نقعت شعري بمايونيز والبيض، وخلينا ننتقل على الوجه تننسى انه عن جد في بشعري مايونيز وبيض هلا. اول شي بعمله بس كون حاطه فول ميك اب هو اني باخد بيبي اويل، يلي هو بيبي اويل من جونسون، وبحط على وجهي زيت وبمسح الميك اب، لاني ما بحب اني اغسل وجهي وهو اوريدي عليه ميك اب، بحب شيل الميك اب قبل. فيكم تستعملوا بيبي اويل، فيكم تستعملوا بايوديرما، فيكم تستعملوا بدكم اياه، بس انا بفضل الاويل لان بحسه كتير بيشيل. برجع باخد منشفة مبللة وبمسح فيها وجهي. هلا عم بحط شوية مي على وجهي. رح ارجع استعمل نيتروجينا ديب كلينز واغسل وجهي كتير منيح. برجع بستعمل اسفنجة خصوصي للوجه، بللها بالمي وبمسح فيها وجهي. شوفوا، عم تشوفوا الميك اب؟ شوفوا قد ايه كان بعد فيه ميك اب على وجهي.
رح ارجع اغسل وجهي مرة تانية. رح ارجع استعمل نفس الاسفنجة بس من الميلة النظيفة وامسح فيها وجهي. واو لك بعد في ميك اب شوفوا. من بعد ما نكون تأكدنا انه وجهنا نظيف 100% رح نبلش بالماسك. الماسك هو عبارة عن قهوة زيت زيتون وحامض. هيدا هو الخليط اللي طلع معي. ها مش اول مرة بعمل هذا الماسك، بعتمده دايما، كتير بحبه. خليني افسلكن عنه انا وعم بحط منه. رح حطه بايدي لانه البراش استعملته لماسك الشعر وبعتقد اني رح كبه. القهوة كتير منيحة للوجه. اول شي نحن وعم نحط الماسك رح نعمل سكراب لوجهنا او رح نقشر وجهنا ونشيل الخلايا الميتة. تاني شي القهوة بتطهر البشرة بالعمق، سو مثل كأنه عم نعمل ديب كلينزينج لوجهنا. رح نعمل سكراب للوجه كله. رح اترك الماسك على وجهي لمدة 20 دقيقة. الماسك على شعري تقريبا صار له 3 ربع ساعة، سو من هون ل 20 دقيقة بيكون صار له ساعة. رح فوت اتحمم. ما رح احط بلسم على شعري، ما رح احط ولا شيء، بس رح حمم شعري بشامبوان واجي افرجيكم النتيجة بعد ما اقتنعت من فكرة المايونيز. تنشوف. سو جايز، انا حممت شعري وغسلت وجهي، لبست البيجاما وعملت الجرين تي تبعي لانه صارت الساعة 1 بالليل عندي وبكرة عندي تصوير. سو رح قلكن الريفيو تبعي للشعر. لهلأ ما في ريحة، ما في ريحة، ما في ريحة شامبوان، ما في ريحة مايونيز، ما في ريحة ابدا. اللي رح اعمله هلأ هو رح نشف شعري وجرب على خصلة من شعري. تنشوف، شفته شعري انا فريزي على فكرة، ورح جرب على خصلة من شعري اعمل سشوار وشوف اذا عن جد بيعطي لمعة او عملنا كل هيدا على الفاضي. نشفت شعري وهلأ مشطته. وبحب خبركن انه انا بالعادة شعري ابدا ابدا ما بقدر مشطه بلا ما احط له بلسم من بعد الشامبوان. سو هيدا من بعد الشامبوان بلا شي وكتير حسيته ناعم. ما بعرف اذا انا عم بتوهم او عن جد هالقد الماسك فعال. يعني ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه. اذا عندكم اي تعليق او اذا مجربين ماسك من الماسكات اتركوا لي تعليقكم بخانه التعليقات. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل تبعي، تكبسوا على زر الجرس وتعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات. باي.